ابويا ايش فيه؟ عبد السلام مات. عبد الرزاق ايش صار؟ قلبه ما يشتغل، انطفى. قلبه انطفى، ضبطك سلف، شغله يبغى يشتغل. ادق سلف ايش؟ انت مو صاحي، شايفه جيمس؟ لا قصدي مو دق سلف، قصدي هذيك هذيك كذا 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 استوي كذا كذا كذا، شو اسمه هي؟ قصدك سي بي ار؟ ايوه شو اسمه بس يلا. سلف سلف ايوه دي دي رعب قواته ايوه سلف يلا قوم ما اعرف كيف. سيبه سيبه علي بعد علي اصبر واحد شوي عبد السلام شوي كله منك عبد السلام الله ينصرك. ليش دخل؟ انا قتلته، انا قتلته دحين. ايوه انت اللي تعطيه من اول جالي. اعطيه ايش؟ اعطيه هو عقله في راسه خالي، يعرف ايش ياكل وايش ما ياكل. انا ايش لي صلاح هذا؟ والله انك غبي، دحين كيف نقومه؟ نجيب له اشتراك، سلك اشتراك شغله. لا الغلط مو في عبد السلام، الغلط في ابويا. انت ما تعرف ابوي كل عصير ايش قاعد يسوي كل يوم؟ يا عباس الحقني بالشاي وات جبل منفوش تروكي. يا طيب ابوي اتحار بنارها عن بسبوسه. بسم الله الرحمن الرحيم حركت صب الشاي وحط تشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم فتر شيطانك ما في شيء، حط سكر زي الناس. أبويا السكر مو قال الدكتور ملعقة واحدة؟ أنا الدكتور هنا، مين قال لك؟ شوف كذا. أيوه كذا يا أبويا، أنا عندي الشاهي، إذا السكر ما ضرب في الدماغ هذا مو شاهي. بسم الله الرحمن الرحيم. ديله حرق زنبيله عساها ما حركت. مات ابوي ديله. ديله. ايش في طالع فيها قاعدين؟ اطفح ايش في؟ لا لا ابوي حسبتك عبد السلام. قاعد تاكل زيه ما ادري. يلا ابوي اعطيني صباعك. تمام. يلا ابوي. هلا. هاي جاك الدكتور عبد الرزاق يا ابوي عشان صحتك يا عمي فكنا بلا صحه اقلق صحه ما ياخذ الحين لا لا اح يا ابن اللذينه بشويش ها كم السكر دحين قبل السؤال بعد السؤال الله 290 300 850 ابوي وقف ابوي كم 300؟ والله لا ولدي مرة طبيعي يعتبر، أنا ما كان وصلت 600 أنا ما ارتاح. خالي! خالي! جبت لك جبنية ولا بالأحلام! إيه يا ابتسام إيش ذا المعنى؟ إن شاء الله يا ولدي إيش ذا المعنى؟ تفتيش وقف 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 فين جايب ذا؟ هذا من جارنا حسنين اعطاني هو قال لي اعطيه خالك ايش هو ذا اصلا؟ انا جبنيه والله حلا فله مري فله فك فك هات هات الشمال لازم اصبر قبل ما نودي هذه البضاعه نختبرها نختبرها شيك يلا شيك كيف؟ يا الله الشيره ذوق السكر يلا شفت عرفت الروكي ذوق فله حلا مري فله اوه ما يدخل بيتنا سكر احنا هذا ايش بيسوي في ابوي لو اكل منه ممنوع صادرناه صادرناه ما مره. سكر لا تكثر كلام ترى اديك مخالفه كمان طلع خلي خالي 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 خلي كله والله صادر عيها لك ما بقى لي الكبوع هذا يا ولد انت زي الاهبل قاعد ابن النزينه ايش بك انت ايش قصه اهلك شالوا عيالك عيالك شالوا يا ولد هذا ما يتفوت حق حسنين اهلها معروف ايوه معروف امشي ايش تستنى يلا شو صار؟ لا هفك انت هو ابعد يا عبد الرزاق انا راح اجبني يا عبد اوكي عبد الرزاق بالطيب عبد السلام انقل عشان خالد عبد السلام افتح الباب لاشيك عبد الرزاق ما في ما في يا ابوي روح يا ابوي ابويا والله بحبك والله قصده انا احب واحده حب واحده حبني انا عبد الرزاق
ادي انا اجرك مع شوشتك اوريك زي المغرب يا ابوي روح انت دقيقه هذه لمين لك ولا لعبوه لا لا ليا قول والله ليا ها كان جيب قهرتك انت يا خالي يا خالي يا ابوي يا ابوي لا يا ابوي لا تشيل اللوجو من فك الاسد يا عاد قصدك فك الحمار مو فك الاسد يا ابوي ترفع سكر عندك ايش بك انا ابوكم كذا تبخل علي باللوجو هذه ما اكلها ابوي ما ينفع عليك روحوا ما فيكم خير انتم ايوه ما فيكم خير هذا ابوكم المفروض اسكت انت ولا كلمه ابوي ابوي في حق الوالدين اسكت والله لو ما تسكت لا اخش فيك المفروض تاكلوه مسكين شوف شكله كيف يحزن والله انا مساكين اسكت امك العيش بعدين بدون اب اسكت احنا خايفين عليه اسمك عبد السلام ايه مجنون انت والله انا قلبع والله شكله زعل منكم والله زعل منكم ما صار شيء غلط نحن خايفين عليك انت ايش قاعد اقول لكم ايش قاعد اقول لكم خالي مسكين ما اكل لا تاكلوه والله مسكين يحزن يعني احنا هذا جزاءه احنا خايفين عليه هو ايش عرفه هو جعان لو بناكل ناكل شيء مالح مو شيء حلو 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 ما ينفع طيب انما نرضيه الحين شوف ايش تعمل نرضيه ايش نرضيه انا عبد السلام ايش بك امشي امشي يا عبد السلام يا ابوي اسمع خلينا نمشي ونشوف هذا الشخص كذا على اخر عمري بزورتي يحرموني من الاكل والله عبد السلام والله حيموت عبد السلام ما راح يموت والله عبد السلام كبير في السن عبد السلام ايش بك اسمع ابويا خالي ابويا ما بتدوني يا خطبة أصلكم في حد يجوع أبوه أبوه بيموت من الجوع كده تخلوه خلاص يا أبوي أعطيك حب واحد عشان ترضى ها هيا هات حبة هات خالي ها هذه بالواسطة أيوه منك يا أبوي اسمع ها ما تاخذ قيس السكر بالله يا عاد لا قص يدك يا شيخ السكر لا أحرقه الجهاز ده هيا فارق ما فيني شيء ما شاء الله أبشرك بس زوجة تانية كمان هيا إيش تبغى يقول لي سكر معاه لا ابن اللزينة الحمد لله زي البوم صحتي ما فيني شيء ايش فيه خير ها ايش فيه تسحبها كمان خالي ها والله اسكت انت اذكر ايش ايش خالي ترضى عليهم مقابل هذا الجبنية قد حسنين طيب امسكها في يدي وشيء ترضى عليهم عديني انت وشيء الله يرضى عليكم دنيا واخرة قيس شوي قيس شوي قيس انا اقوم اوريك القياس اللي على انا معي سكر العب لك هو كذا ابوي كل عصريه يجيب لك البسبوسه والمنفوش والشاي يقعد مليه سكر ويجي حسنين في الاخير يجيب له جبنيه ومليان زي كذا كل مره مليان سكر انا ايش دخلني حسنين ثلاث حسنات اربع حسنات انا ايش دخلني دحين خالي عبد الرزاق صحصح خالي ايش يسوي فيه دحين يو انا قاعد احاول من اول مو راضي طيب ايش يسوي يا الله ها الحل عندك ايش هو الحل عندي ولا مو عندي عبد السلام ايش حتسوي يا عبد السلام ايش بتسوي يا مجنون ايش قاعد تسوي؟ وقف يا غبي وقف وقف تكتب شوف طالع شوف تسلم ابوي تنفس زيد زيد بسرعه زيد زيد دقيقة ايش بك؟ سوف اخرج لا لا اخرج واحد واحد هذا حينشط القلب لا عبد السلام سلام القلب بدا كانه ينبض شويه بسرعه ارمي اضرب القاضيه ها عبد الرزاق طيب اضرب القاضيه النمر المقنع جاهز وخر يا غبي يا غبي يا دب ايش صار سلامتك ابويا ايش صار الحمد لله استيقظ خالي رجع الحياه قلبه نبض قلبه نبض قلبه نبض قلبه نبض هنا 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 ابوي صحصح صح. ابوي بقيت هذا الجهاز ابوي صحصح ابوي شوف كم خالي ناقص السكر عنده 70 70 نازل السكر جيب بسرعه شيء ياكل ابوي صحصح ابوي خالي 70 السكر نازل عنده ارفعوا له السكر ارفعوا له السكر ارفعوا له السكر جيت جيت يلا امسك ابوي ابوي امسك خالي جبنيه جبنيه جيت ياكل بسرعه طيب خليه يرفع خليه يرفع ابوي كل ابوه عشان يعدل السكر ابوه في الجسم الله يشفي ابوه يا رب تعدل السكر يا رب يا رب ابوي يشفى يا رب يا رب يا رب
ها ابوي ايش تحس ابوي بشرني. ها ايوه على قول الشاعر اورني. ايوه ايش وباح السن تولدت جديد وبترقى ضحكتي. انت تحس انك كويس ابوي؟ ها هذه كم هذه؟ 7 عبد الرزاق تعال شوف ايش فيه يا غبي؟ هذه 70 ولا 700؟ 700 يا غبي يا مجنون ما تفرق ما تفرق بين 70 و700. يلا 3 2 1 اكشن. ابويا والله في شيء طق الله يستر طقت بالظهر انا بطل. يا راح فوز حبك بيشوف شو عم تسرب شو كسبر ما تسوي علي شو بتسوي سلام خلاص ما نعرف شيء. لا لا انا حسيت في رجل فوجع تجي ارواح علينا راح اشوف رجل راحت اوكي عبد الرزاق بالطيب شو